الدفاع والداخلية، إلا أنه وللأسف هناك أيد خفية وقوى متسترة تدير هذه الأمور من خلف الكواليس وتسعى جاهدة لتفجير الوضع في البلاد حقدا وكرها، معتقدين أنهم بهذا يستطيعون الإبقاء على بعض القيادات الموالية للنظام العائلي السابق في مراكز القوى الفعالة حتى يتسنى لهم تمرير مخططاتهم وسياساتهم كحكومة ظل خفية تقود الوطن إلى بحر من الصراعات والدماء. وعلى هذا الأساس فإننا أحرار القوات الجوية والدفاع الجوي، ومنذ انطلاق ثورتنا المباركة في 22 يناير للعام 2012 ميلادية ضد الطاغية محمد صالح الأحمر، سعينا بكافة الوسائل والطرق لتحقيق هدفنا الوحيد الذي خرجنا من أجله، وهو رحيل محمد صالح الأحمر عن قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي. ومن خلال تواصلنا مع اللجنة العسكرية ووزير الدفاع لم نحصد منهم سوى الوعود الكاذبة والتسويفات، بالرغم من وضوح الرؤية وشرعية المطلب واعتراف محمد صالح ببرقية أرسلها لوزير الدفاع برقم 126 وتاريخ 24/3/2012 بأنه لم يتبقى أحد في مقرات العمل، وكنا حريصين كل الحرص على التعامل معهم بالحوار والنقاش، بالرغم من بعض المواقف المتحيزة بشدة لبقايا النظام السابق. وكان آخر اتفاق توصلنا إليه في 19/3/2012 أن يفسح المجال خلال فترة التهدئة لأصحاب القرار لاتخاذ قرار سياسي يحقق مطلبنا ويلبي تطلعات الشعب اليمني المتمثلة في تحرير المؤسسة العسكرية من النفوذ الأسري المستبد. وبحسب البيان الذي أصدر يومها فقد كانت الفرصة الأخيرة التي منحت لهم، ولكن لم ينفذ من ذلك الالتزام أي شيء، ولا حتى بوادر أو مؤشرات تثبت جديتهم ومصداقيتهم. وعليه فإننا ندعو كافة منتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي، كانوا في الساحات أو ما زالوا قابعين في البيوت أو مترددين، للاحتشاد ابتداء من اليوم الذي سنحدده لاحقا عبر وسائل الإعلام في ساحتنا، ساحة أحرار القوات الجوية والدفاع الجوي في شارع 60، لتدشين المرحلة التصعيدية الحاسمة التي من خلالها سنضع الأخ رئيس الجمهورية ووزير الدفاع واللجنة العسكرية وحكومة الوفاق والدول الراعية للمبادرة الخليجية على المحك وأمام الأمر الواقع، وبين خيارين: إما محمد صالح وأولاده وأنسابه وأزلامه، وإما القوات الجوية والدفاع الجوي واليمن. كما نهيب مرة أخرى بجميع إخواننا وزملائنا في كافة الوحدات التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي في كافة المحافظات إلى الإضراب الكامل عن العمل وحشد الطاقات وتوحيد الصفوف والحفاظ على ما تبقى من مقدرات ومعدات هذه الوحدة العزيزة على قلوبنا، وبأننا سنتخذ خلال هذه المرحلة خطوات من شأنها حسم الموقف. كما ندعو إخواننا المتواجدين من الوحدات العسكرية الأخرى في وحدتنا في القوات الجوية بتلبية نداء الواجب والحرص على أننا إخوة ورفقاء سلاح، فلا يدفع بكم للإصطدام بنا، فلم يعد هناك أمر يدعو للشك أو الريب في بقاء الفاسد وأزلامه. ونوجه رسالة إلى المسلحين المدنيين المتواجدين في وحداتنا وحولها أن هذا الأمر لا يعنيكم، فخلوا بيننا وما نريد، وقد أعذر من أنذر، وليسقط الطاغية وتحيا اليمن. صادر عن اللجنة التنظيمية لأحرار القوة الجوية والدفاع الجوي.